عالم الحشرات لا يوجد سوى القليل من الفصائل التي تعتبر أكثر تعقيداً من تلك النملة المتواضعة، فهي تعيش في مستعمرات معقدة وبأعداد كبيرة، وهي بارعة في التواصل بطريقة تشبه عالم الإنسان. إذن ما مدى صعوبة العيش مثل النمل بالضبط؟ لنلقي نظرة أولاً لكيفية عيش النمل. هناك قواعد صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد طبقتك الاجتماعية داخل مجتمع النملة. الطبقة العليا من نصيب الملكة، ومن ثم يأتي العمال والجنود بأهمية متساوية، ومن ثم نجد البيض في طور النمو الذي وضعته الملكة. الهدف الوحيد للملكة هو التزاوج ووضع البيض والاستمتاع باهتمام العاملات، وبعضهن قد يصبحن ملكات في المستقبل. لا تحتاج الملكة سوى للتزاوج مرة واحدة، ومن ثم يمكنها وضع البيض بشكل متواصل، وهي تدرك بشكل غريزي أنه ينبغي تعمير مجتمعها. وهي أكبر نملة، ويكون لديها أجنحة حتى تتزاوج للمرة الأولى. يمكن أن تعيش الملكات بين 5 إلى 30 سنة، وأن تحمل بما يصل إلى 60,000 بيضة دفعة واحدة. ولكن رغم أن هناك ملكة، إلا أن الأشخاص الذين سيتخذون جميع القرارات هم الجنود والعاملات، ولكن ليسوا ذكوراً على الإطلاق، فالأغلبية العظمى من الجنود والعمال من الإناث. يدافع النمل الجندي كبير الحجم عن المستعمرة من الدخلاء مثل العناكب أو الحشرات الأخرى بالاعتماد على فكوكهم السفلية الضخمة. أما العمال فهم أصغر حجماً ويشرفون بالأساس على جلب الطعام إلى المستعمرة والاعتناء بالملكة وبناء العش وصيانته، وحتى أن بعضهم يزرعون الفطريات لتناولها. السلطة الحقيقية التي تملكها الملكة هي قدرتها على اختيار الوظيفة التي ستحصل عليها كل بيضة، وما إذا ستصبح ذكراً أم أنثى. كما قلت آنفاً، أغلب الجنود والعمال من الإناث في عالم النملة لا يصلح الذكور لأي شيء سوى التزاوج. ذلك البيض الذي تم اختياره ليصبح من الجنود سيحصل على غذاء أكثر حتى ينمو النمل بداخله أكبر حجماً، ويتمكنون من تحمل ذلك الفك السفلي الضخم. ولكن معظم البيض سيصبح من العمال بما أنهم يقومون بالعديد من الوظائف. والآن إن كنت تعتقد أن كل هذا مختلف كثيراً عن البشر، فقد تتفاجأ بما سأقوله لك الآن. على غرار البشر يحرص النمل على ازدياد أعداد السكان. السر هنا أن أفراد النمل يمكنهم الانضمام إلى أي مجتمع نمل يختارونه. يفعل البشر هذا أيضاً، فنحن نولد ببساطة في مجتمع ونعرف أهمية الاستمرار في تعمير الأرض. تتزايد أعداد النمل باستمرار، ويعدلون من أعشاشهم للحرص على أن يكون هناك مساحة كافية للمزيد من النملة، تماماً مثلما نفعل في المدن. كما عرف عنهم أيضاً أنهم يربطون بين المجتمعات حتى يكونوا مستعمرات أعظم. سبلنا في التواصل شبيهة بالنملة، ولذلك علاقة وثيقة بالفيرومونات. ولكن بمقدور النمل أيضاً التواصل عبر اللمس والصوت ولغة الجسد، يبدون مثلنا. فكر في فيرومونات النمل كهواتفنا الخلوية. يتفوه النمل بكلام إضافي عبر قرون الاستشعار، فهي تسمح للنمل بالشم والسمع. نحن البشر في حاجة إلى اللمس. فكر في أهمية رعاية رضيع حديث الولادة. وإن ركزت قليلاً يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما لا يحبك عبر قراءة لغة الجسد لديه. لغة الجسد لدينا معقدة مثل النمل تماماً. يمكن أن تمتد أعشاش النمل لكيلومترات مثل البنى التحتية لدينا. يوجد أكبر عش نمل تم العثور عليه على الإطلاق في الأرجنتين، وكان حجمه يقارب 6,000 كيلومتر. على غرار البشر، النمل بارع بما يكفي لإنشاء وتنظيم هذه البنى التحتية المفصلة. فكر في شوارعنا وجسورنا ومبانينا. إن تمكنت من إلقاء نظرة على عش النمل من الداخل، سترى الكثير من الأنفاق والعديد من النمل يسيرون هناك مثل حركة المرور. لكل شيء مكانه ووظيفته. هناك مكان لتخزين الطعام، ثلاجة النمل، ومنطقة مخصصة للملكة وصغارها.
لذا إن عشنا مثل النمل كيف ستكون حياتنا اليومية؟ حسناً مرهقة، هذا مما لا شك فيه، ففي النهاية سنعمل طوال الوقت. فلم تكن أنت الملكة، هذا الاستثناء الوحيد. إن كنت كذلك فستجعلين معظمنا من الإناث. سيتوجب على الجميع تعلم كيفية ترجمة الفيرومونات والإشارات التي يحاول أعضاء المجتمع إرسالها إليك. إن كنت كبيراً وقوياً ستكون الجندي متمركزاً أمام منازلنا وتحميها من الأعداء والدخلاء. سيتوجب عليك التمييز بين صديقك وعدوك والقتال إن لزم الأمر. سيتوجب عليك أيضاً أن تقبل أخذ الأوامر من زملائك الجنود وعرض مساعدتك عندما يطلب منك ذلك. يجب أن يكون الجنود متعاونين كفريق واحد. إن كنت عاملاً وسيكون معظمنا كذلك، ستشرف على كل شيء تقريباً. بعضنا سيعتني بالملكة وصغارها ويجلب إليها طعامها ويتخلص من فضلاتها، وسيخرج الآخرون لجمع الطعام للمستعمرة بأسرها. الإقدام على الابتعاد عن المنزل سيكون خطراً، ولكن ستكون في مأمن إن كنت محاطاً بأعداد كبيرة من النمل. قد يقوم فريق آخر ببعض المهام المنزلية داخل العش ويحرصون على أنه خالٍ من الفضلات ومحمي. قد يكون بعضنا حتى مسؤولاً عن زراعة بعض الفطريات للعشاء. إذن هل سيحب البشر العيش مثل النملة؟ مثل ما قلت آنفاً، لدينا بضع أمور مشابهة للنملة. البشر يبنون بناً تحتية ضخمة ويمكننا التواصل فيما بيننا بشكل جيد. نتأقلم سريعاً، لذا يمكننا التعاون وإنجاح العملية. نجاتنا ستعتمد علينا. معظمنا نحن البشر نحب علاقاتنا، فنحن مخلوقات اجتماعية مثل النملة. للبشر أيضاً قوانين وقواعد مجتمعية، رغم أنها قد لا تكون واضحة على غرار النملة. قد نستمتع ببساطة هذه الحدود الواضحة. أيضاً ستشعر بالأمان في مجال العمل، إذ سيكون هناك على الدوام وظائف متوفرة للجميع. ولكن هناك فخ، يجب أن تتخلى عن هويتك الشخصية وفرديتك، ومعظمنا لن يحصل على ذلك. يجب أن نرضى بخدمة الملكة والحصول على وظيفة أو اثنتين. ستفعل الشيء نفسه يومياً. سنعيش في كثافة سكانية مرتفعة، وقد يواجه البشر مشاكل جراء ذلك مثل المرض والموارد المحدودة. ستكون ساعات العمل طويلة ومضنية. سيتعين علينا أيضاً الاعتماد كثيراً على موقعنا حسب موقعنا. يمكن أن يدمرنا يوم ماطر أو يحيينا يوم مشمس. الخلاصة، نملك من القواسم المشتركة مع النمل أكثر مما نتخيل. في الحقيقة، يقول بعض العلماء أن سلوكنا يميل للنمل أكثر من أقرب أسلافنا الشمبانزي. بمعزل عن تشابه نمطنا الاجتماعي، تمكن النمل من تطوير سبل عديدة للتعامل مع المشاكل الأكبر مثل المرض وتوزيع الموارد والزراعة المستديمة. هذا أهم شيء نتقاسمه مع النمل. يعرف كلانا كيفية التعامل مع المشاكل الكبيرة. في أي جانب أنت؟ هل تعتقد أن البشر قادرون على العيش مثل النملة؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات في الأسفل. يمكننا أيضاً تعلم شيء أو اثنين من هؤلاء الصغار. عاش النمل منذ حقبة الديناصورات ولم يتغيروا منذ ذلك الحين كثيراً، لذا يفعلون كل شيء بشكل صحيح، وهذا يعني أنهم نجوا من حدث كارثي بيئي تلو الآخر، بما في ذلك محق الديناصورات عن وجه الأرض. النمل يعرف كيف يعمل كفريق واحد، حياتهم تعتمد على ذلك، كما أنهم لا يسمحوا بأي شيء أن يذهب سدىً. فمثلاً، إن كان جزء من الطعام لا يصلح للأكل، لا يزال بإمكانهم تفكيكه ليتحول إلى شيء قادر على التحسين من أعشاشهم. أيضاً، النمل بارع في التواصل، وقادرون على التحدث باثني عشر فئة مختلفة من الإشارات. بالمناسبة، إليك حقيقة قد أقلقت مضجعي. النمل يتفوق علينا في العدد بكثير. يبلغ عدد سكان العالم حوالي 7 مليارات نسمة، ويقول العلماء أن هناك 10 كوادريليون نملة على وجه الأرض. أجل، هذا رقم حقيقي. لتوضيح الأمر أكثر،
يعني هذا العدد أن هناك مليون نملة للشخص الواحد. إلى جانب القطب الشمالي وبضعة أماكن أخرى، بإمكان النمل البقاء على قيد الحياة في أي مكان تقريباً، ويعيشون في معظم أنحاء الكرة الأرضية. النمل يحكم العالم بحق. إن كنا سنعيش مثل النملة، سيتوجب علينا القيام بالكثير لمجاراتهم. ألا يزعجك ذلك؟ إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة. للمشاهدة، اضغط على اليمين أو اليسار للبقاء على الجانب المشرق من الحياة.